نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر بالجولة 24 من الدوري المصري القادمة، والقناة ناقلة المباراة وملعب المباراة وترتيب الفريقين ونتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين بالدور الأول، حيث يدخل فريق الزمالك هذه الجولة وهو بالمركز 13 بالدوري برصيد 24 نقطة، حيث لعب الزمالك حتى الآن 15 مباراة، فاز الزمالك في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات حتى الآن، خسر في 5 مباريات حتى الآن، وسجل الزمالك حتى الآن 23 هدفا ودخلت شباكه 15 هدفا. أما فريق مودرن فيوتشر يدخل هذا اللقاء وهو بالمركز 9 برصيد 30 نقطة، حيث لعب حتى الآن 21 مباراة، فاز في 7 مباريات وخسر في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات، وسجل مودرن فيوتشر حتى الآن 21 هدفا ودخلت شباكه 17 هدفا. وتقام مباراة الزمالك القادمة ضد مودرن فيوتشر بالجولة 24 من الدوري المصري يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والخامسة مساء بتوقيت جرينتش، وتزاع المباراة بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورتس، ويقام اللقاء على ملعب استاد المقاولون العرب. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالدور الأول بفوز الزمالك بنتيجة 2-0. في النهاية بتمنى منكم تشاركوني تعليقاتكم أسفل الفيديو، وكمان تشاركوني توقعاتكم. تحياتي لكم جميعا، وأشكركم على متابعتكم ليا.